صباح الخير على حضراتكم مشاهدي ومتابعي القاهرة 24، معكم أنا محمد هاني. النهاردة طلاب الصف الثاني الثانوي بجيزة يأدون امتحان اللغة العربية إلكترونيا، طلاب تانية ثانوي يأدون امتحان العربي وسط إجراءات مشددة تستقبل مدارس محافظة الجيزة صباح اليوم الأحد طلاب الصف الثاني الثانوي العام لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي الحالي 2022-2023، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في اللغة العربية امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023. وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب، لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكيد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسؤول التطوير التكنولوجي بالمدرسة، مع اتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بالجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان، وذلك ضمانا لحق الطالب امتحانات طلاب النقل بمحافظة الجيزة. جدير بالذكر يؤدي طلاب الصف الرابع والخامس امتحان مادة العلوم وامتحان مادة المهارات المهنية. طلاب الصف الثاني الثانوي بالجيزة يؤدون امتحان اللغة العربية الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات في اللغة العربية امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023. وأكدت وزارة التربية والتعليم الفني أن الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي للطلاب، لذا يجب التنبيه على ألا يتم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى، وبعد التأكيد من الأسباب التي تدعو لذلك من جانب مسؤول التطوير التكنولوجي بالمدرسة، مع اتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع التأكيد على مدراء المدارس بتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي في حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الامتحان، وذلك ضمانا لحق الطالب امتحانات طلاب النقل بمحافظة الجيزة. والجدير بالذكر يؤدي طلاب الصف الرابع والخامس امتحان مادة العلوم وامتحان مادة المهارات المهنية.